شريف بيه، أنا مجرد مستشار قانون، وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع أسرار موكلي بره أبداً. طب والشهادة الزور؟ التستر على مجرم هربان من العدالة وإخفاء الأدلة؟ عملت كل ده عشان أحمي ابني اللي ما حدش غيره، بس ربنا خده مني، خده عشان يربيني. ما هو قولك في طهارة النائب تميم زهدي في الأمر؟ الحقيقة تميم كان معايا خطوة بخطوة، هو كان على دراية بكل حاجة. أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام المحامين ده، مش هينفعك بحاجة. لا هقول لحضرتك على كل حاجة. اكتب يا ابني. يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا النيابة. مبروك يا إبراهيم. مبروك عليك الوراء يا سليم بيه. تلاش الموضوع حسن الضبع، خلاص خلص. كلها كام يوم وقت ليه في الكلبش؟ كلبش؟ فاكر كلبش يا سليم بيه؟ انت بتضحك؟ دي كانت ايام سودة يا جدع. الحمد لله يا بيه، كفايه بس ان انا اتعرفت عليك. الحمد لله. خلي بالك من نفسك. ربنا يسعدك يا سليم بيه. ما تنساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك. فرح ايه ده؟ يبقى كله ظباط، مش هينفع اعزم مسجلين. ربنا يا رب يبارك فيك يا بيه. تعالى بقى اطمنهم لحسن يتجننوا عليك. الحمد لله. يلا تعالى. يا قلبي يا قلبي يا قلبي عبد الله، على سلامتك كده. وحشتوني يا نورت بيتك يا ست البنات. ده بيت صالح ابو فضة، وهيفضل طول عمره بيت صالح ابو فضة. عم صالح يفضل طول عمره عايش طالما عنده بنت زيك. سابني لوحدي يا سليم؟ مفيش الكلام ده، محدش سابك لوحدك. احنا اخواتك ونفضل حواليك، اي وقت هتحتاجينا هتلاقينا. حديت لدماغك ناشفه، قلت لك تعالي عيشي معانا. ولو ما عجبكيش تعيش عند مامة سليم بيه تيجي تعيشي معايا انا، مع سميحه ورؤيه والبنت نوره، وهيهيصوكي هيصه، يعني احسن صداع في الدنيا يجي. ومين اللي هيفتح البيت؟ يا ستي ما تقلقيش، احنا ان شاء الله هيتفتح بنفسك، واحنا هنجيلك وهننطلك هنا وهنجيب عيالنا وهنهيص ومش هنسيبك ولا اسبوع واحد، مش كده سليم بيه؟ صح، ما تشيليش هم. يلا شوف وشك بخير، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. يلا بقى.
مبروك يا سليم، بكرة الصبح تقدر تستلم شغلك إن شاء الله. شكرا سعادتك. عايز تشكر صحيح؟ تشكر بقى صلاح بيه، هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية. لو فضلت طول عمري احاول ارد لك الجميل اللي عملته معايا مش هقدر. بلاش الكلام الكبير ده يا سليم، احنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس، ويا ريت نعتبر اللي حصل ده فرصه نراجع نفسنا ونتعلم منها. عندك حق دي، يلا ربنا بقى معاكوا في اللي جاي. مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم، مش عاوز تجيني عنك اي مشكله يا باشا. وانا بتاع مشاكل؟ خلاص خلاص اتعلمت. طب كويس، بس انا ما مستغرب سعادتك لما قلت كلنا لازم نتعلم. لا طبعا كلنا لازم نتعلم، واولكم انا. تعرف يا سليم انا ليه ساعدتك؟ ليه يا باشا؟ انا ابويا كان ضابط في الداخليه، في الفتره اللي انا اتخرجت فيها من الكليه كان هو بيخدم في الصعيد في التسعينات، هي موجة الارهاب والحاجات دي، كان عنده ضابط تحته كان عنيف قوي، وابويا حاول كتير يرجعه عن عنفه لكن هو كان مصر، لدرجه انه ربى عداوات كتير قوي بين اهل الصعيد وبينه وبين الارهابيين لحد ما قرروا يتخلصوا منه. غريبه دي، اهلي وارهابيين مع بعض. شفت الافتراء بقى؟ ويوم ما قرروا ينفذوا جريمتهم استنوه قدام المدورية، وخرج أبويا وخرج الضابط ده وراه، فتحوا النار ودارت معركة. أبويا اتصاب برصاصتين في ظهره العمود الفقري، اتشل وقعد على كرسي لا بيتكلم ولا بيتحرك. طب الضابط التاني؟ اتصاب في رجليه، دخل المستشفى وتعالج وخرج ورجع لشغله، فضل يترقى ويترقى ويترقى لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسه خارجين منه ده. عماد بيه؟ الحمد لله ابويا عايش، قاعد على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم. ربنا يديله الصحة، بس برضه معلش يعني انا مش فاهم اللي حصل ده ايه علاقته بيا. في الاول خالص انا كنت مصر اجيبك بايدي وبسناني واسلمك بنفسي، انك كنت بالنسبه لي نسخه مكرره من عماد. لما اكتشفت براءتك اكتشفت انك نسخه مكرره من ابويا اللي دفع ثمن غلطه واحد تاني. الحمد لله. خد بالك من نفسك يا سليم. أنا مش عارف أرد لك الجميل ده إزاي. لو عاوز ترد لي الجميلة بجد، أوعدني إنك لا تظلم ولا تساعد ظالم. ولا أعمل مشاكل. ولا تعمل مشاكل. السلام يا سليم. خلاص خلصت. راضي عني يا سيادة اللواء؟ راضي عني. طول ما احنا عايشين هنفضل نغلط، لكن المهم إننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضرورة يكون حقيقي. الشر له ألف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري، ولحد يوم الدين هيفضل صراع قائم ما بين الخير والشر. ودورنا إننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقة. الحكاية ما خلصتش على كده.
الحكاية لسه فيها كتير.